أنا كنت خجول جدا، ممكن أقعد يوم كامل ما أقولش جملة من كتر الخجل. ولما دخلت الكلية كنت منعزل ومنزوي جدا، وكان الخجل معطلني بطريقة غريبة. يعني مش كنت أخجل أتكلم مع بنت، بخجل أتكلم مع ولد، فكانت خيبة تقيلة قوي يعني. ولما يعني كنت أجي أقول درس في مدارس الأحد لازم يجي لي إسهال الأول، وكانت تبقى معايا شوية عيال قاعدين قدامي يعني، إنما كان بالنسبة لي عشان أقول جملتين عن ربنا كانت شغلة صعبة قوي. فعاوز أقول أنا فاهم وحاسس قوي بأي حد ما عندوش ثقة بنفسه، أو الخجل معطله، أو عنده حاجات تخليه مستصغر نفسه أو مستقل بنفسه، لأني أنا بروح واجي على الفكرة دي وعشت فيها كتير. أول حاجة تخليك تطلع من صغر النفس أو وقاية من صغر النفس الشبع بالحب. هروح للناس أقول لهم حبوني يعملوا معروف أحسن، نفسيتي تعبانة مش معقول هتعمل كده. الحياة ربنا جاهز. داود كان بيقول أبي وأمي قد تركاني أما الرب فيضمني. إذن حبايبي ما تروحش تشحت حب من الناس، سامح والديك اللي قصروا في حقك، ما تسترجعش الذكريات الوحشة اللي وصلتك إنك مهزوز، اسبع بربنا تخف. يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. لما تلاقي نفسك متضايق أرجوك ما تلومش الناس، أنت متضايق لأنك مش شبعان بربنا. الحل مش إن الناس تحس بيك، لمؤاخذة الناس ما بتحسش، يعني لو حسوا بيك مرة مش هيحسوا بيك على طول. ما تستناش، ما تبقاش شحات، ركز في مصدر ما بيخلصش حب. مش ممكن هتروح ربنا يقولك مش فاضي، ولا هيقولك في مرة يا أخي أنا اديتك كتير، لا يمكن ربنا يقول كده، البني أدمين بيقولوا كده. ولا أب اعترافك، مش هو اللي هيشبعك، اللي يشبعك المسيح. تاني نقطة، حب شخص أمين. بصوا يا جماعة، على قد ما ربنا بيسيبنا في حياتنا نتعور من تربية مش حلوة، من خبرات سيئة، من مفاهيم خاطئة، مفيش واحد فينا ربنا ما بيحطش ولو نفر في حياته يديله حب نقي، لأن ربنا عارف إن في الآخر كإنسان هتحتاج إنسان زيك، اللي يرجع ثقتك بنفسك، شخص يحبك، عندك شخص بيحبك على طول اكتشفه هو ربنا، وشخص تاني بيحبك في حياتك ربنا بعته. يا بخت اللي يلاقي صديق بيحبه من قلبه، ويا بخت اللي يلاقي أب روحي بيخاف عليه، ويا بخت اللي عنده واحد في عيلته بيحبه حب صادق. ثالث نقطة، الثقة في وعود الله. زي ما انت تعورت بسبب مفاهيم غلط، اللي يعالج نفسيتك مفاهيم صح. التعليم السليم يرجع الثقة بالنفس. بالضرورة ربنا بيحبك، وربنا عارف بيعمل ايه، وبيحضر لك السماء لما يقول له لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا. وعود مريحة تدي ثقة بالنفس، انا معاك ما تخافش، تشدد تشجع، لا اهملك لا اتركك انا معاك. كلها وعود حقيقية امينة. كاربعة، ركز على رسالتك. اللي معطل علاجنا النفسي ان احنا قاعدين نتحصر على نفسنا، قاعدين مركزين في نفسنا، كل واحد بيبص على مشكلته. يا جماعة احنا عايشين لرسالة. اخر نقطة بجد، عشان تستعيد ثقتك بنفسك اطرد الافكار السلبية. كلنا بدون استثناء دماغنا مليانة افكار على طول، انت وحش، انت غلط، ذنبك لا يحتمل، الناس ما بتحبكش، يا رب تموت، حاجات من النوع ده يعني. على فكرة انت ببساطة اللي بتحدد نوع الافكار اللي تملى دماغك. وعلى فكرة ده علم بقى، اللي انا بقوله روحيا ده في علم النفس دلوقتي بياخدوا فيه دكتوراه، حاجة اسمها CPT. اعدل دماغك، تعدل نفسك وسلوكك، اعدل دماغك يعني تقف لافكارك السلبية بالتحدي، ما تسمحش لدماغك تتهمك تهمة.